اليوم مر تقريبا حوالي 8 أشهر على تعيين جلالة الملك للحكومة. تقريبا الأسبوع المقبل سنكمل حوالي 8 أشهر. ورغم أن الانتظارات عالية، فإن حصيلة هذه الحكومة تكشف على أن الوجهة والمسار هو مسار إيجابي. وسأسرد عدد من المؤشرات التي أعتبرها أساسية في مقياس الوجهة الإيجابية للمسار، رغم ما قد نلاحظه من تعثرات أو من إكرامات أو من تحديات. المستوى السياسي، الحكومة عندما جاءت طرحت أن لابد من انخراط جماعي في إصلاح سياسي ديمقراطي تصاعدي. ما هي عنوان هذا الإصلاح السياسي؟ العنوان الكبير هو ترجمة وتنزيل مقتضيات الدستور على أرض الواقع من خلال سلسلة من القوانين وسياسات عمومية ومؤسسات. الآن الحكومة أعدت مخططا تشريعيا متكاملا يشمل مجموعة قوانين تنظيمية والقوانين العادية تقريبا 15 قانون تنظيمي وحوالي 25 قانون عادي وحوالي 120 قانون يمثل سلسلة مبررات التشريعية التي نعمل على تنزيلها من هنا إلى نهاية الولاية التشريعية، حتى نستطيع ترجمة ما جاء به الدستور إلى سياسات عمومية، إلى مؤسسات. هنالك حوالي 12 مؤسسة أقرها الدستور. وأيضا سياسات ومؤسسات وتشريعات جديدة. لكن الأهم على المستوى السياسي هو هذا المنطق الجديد الذي بدأ يعتمد على مستوى الدولة، أن تصبح الإدارة والدولة في خدمة المواطن. وهذا تجلى بالنسبة إلينا في عدد من الإجراءات. الإجراء الأول ما حصل على مستوى مكافحة الاقتصاد الريعي. سعزيز البحث سيكون معكم ليلا. لكن على مستوى مكافحة الاقتصاد الريعي لأول مرة أعطيت جرعة أساسية على مستوى الشفافية فيما يخص رخص النقل الجماعي. وهذه لم تكن إلا الخطوة الأولى، والخطوة الثانية هو الإعلان عن الرخص المرتبطة بالمقالب والتي ستكون متزامنة مع المصادقة على القانون الخاص بمقالب الإعلان والأحجار وغيرها. بداية الحكومة فشلت باش تعلم سعادة سمبك أعلن على القائمة قالوا لي ما جبتكش إصلاح شمولي، رغم أن بعض المؤسسات مثل مؤسسة عبد الرحيم المعويد كانت تقول في الإجراءات الاستعجالية بدأت يوم الأولى الإعلان عن لائحة الرخص. فاش عملنا على لائحة الرخص قالوا فينا هو الإصلاح. فاش خاضنا في إعداد الإصلاح قالوا فينا هي بقية اللوائح. في حين أن الحكومة كانت عندها سلسلة إجراءات استعجالية في البداية، والآن مع الدخول السياسي المقبل ومع قانون المالية لسنة 2013 لقد يكون أول قانون مالية تعده الحكومة بشكل كلي. هذا القانون المالي المقبل فقط قمنا فيه بعض التعديلات، وتعديلات هي كانت أساسية من قبل أن نقيل السعر. هناك تحدث على أعلى سعر البنزين ديال البترول قد يكون ب 75 دولار، ودرنا المراجعة إلى 100 دولار، وهذه مكنتنا نسبيا من احتواء جزء التوازنات ديال صندوق المقاصد. المهم أنه على المستوى الإجراءات الاستعجالية كانت مسألة إعلان الرخص. البعض يقول هذا مجرد إجراء تشكيلي أو معزول عن عملية الإصلاح. عملية الإصلاح كتقتضي قانون، كتقتضي دفتر تحملات، كتقتضي لجنة وطنية اللي كتمنح الرخص،
كتقصدي اللجنة اللي كدير عملية التتبع ودراسة الآثار، الآثار البيئية، الآثار الاقتصادية، الآثار الاجتماعية، الآثار التنموية، هي إصلاح نظام مقالع الإيمان مثلا إذا لم يكن مواكبا بدراسة عن البيئة، وإذا لم يكن مواكبا بدراسة عن الآثار لا يمكن أن نتقدم فيها. ولهذا كانت هناك دراسة استراتيجية متكاملة لإصلاح نظام المقالع، نظام رخص المقالع، قدمت مجلس الحكومة، ناقشات وتعلن على خارطة الطريق. مكافحة التصريح كان إجراء الإحالة التلقائية للملفات المحالة إلى المجلس الأعلى للحسابات، هذا أيضا إجراء سيد وزير العدل. الهدف أن لا تبقى الملفات المحالة للمجلس الأعلى للحسابات 24 ساعة في وزارة العدل، بحيث أن وزارة العدل تولي بمثابة غرفة تشييد تتسلم الملف وتحيله على القضاء بدون أي انتقائي. وهذا إجراء من الإجراءات الأساسية، لأن فاش كتكرس الشبابية، فاش كيتكرس عمق المسؤولية بالمحاسبة. أنا لا كنتحدثو على محاربة فعلية واقتصادية، فاش كيتكرس مبدأ تتبع الامتيازات التي تمنح. نعطي مثال الأراضي ديال سوريا لأول مرة الآن. السيد رئيس الحكومة في إحدى الجلسات ديال الأسئلة الشهرية قال من الإجراءات التي اتخذت أن الناس اللي استافدوا في إطار مدفع التحملات وطلبة عروض استافدوا من الأراضي ديال الدولة على المستوى الفلاحي وما وفوش الالتزامات ديالهم كتبدا العملية ديال الاسترجاع ديال الأراضي. هذه السنة تقرأت عدد من الأراضي اللي تفوتها في إطار الاستغلال أن يقع الاسترجاع ديالها. ثم الإعلان عن عدد من الخطوات التي تكرس كما قلت لكم مبدأ الشفافية ورفع المسؤولية بالمحاسبة. قلت على المستوى السياسي كان عندنا ملف ديال مكافحة الفساد، كان عندنا ملف ديال مكافحة الفساد، كان عندنا ملف ديال إرسال نظام جديد في العلاقة بين الإدارة وبين النموذج ديال الإعلام في العلاقة مع شركات الإنتاج، وكان عندنا أيضا نموذج ديال إصلاح القضاء. إصلاح القضاء اللي كيعرف حالات تعطل، كانت خارطة الطريق ملكية أعلنت قبل سنوات واضحة، وكان من الممكن لو نفذت وأنجزت أن نخلع خطوات رائدة، لكن للأسف لم يقع ذلك. اليوم هنالك حوار وطني لإصلاح منظومة العدالة، سيتوج إن شاء الله بميثاق وطني وببرنامج متكامل على مستوى النزاهة، على مستوى الاستقلالية، على مستوى الفعالية، على مستوى التكوين، على مستوى تحقيق جوهر الرسالة القضائية اللي هي إقامة العدل وتحقيق الأمن ودعم الاقتصاد وتقوية الأصول، لأن هذه معدل العناصر على الشفاء والقضاء، تدير العدل ما بين الناس اللي كيتخاصموا، كيوفر الأمن في مواجهة الجريمة، كيحمي القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين، وكيحمي وكيقوي الأسرة من التفكك ومن الانهيار، وفي نفس الوقت كيوفر لها الضمانات ديال الاستقرار والعدل بين الناس ديالها. هذه المعادلة العناصر اللي تحدثت عليها على المستوى السياسي، ولكن أهم شيء على المستوى السياسي ليس هو هذا الملف فقط، أهم شيء على المستوى السياسي هو بناء علاقة سياسية تقوم على التعاون بين المؤسسات تحت قيادة جلالة الملك. حزب العدالة والتنمية لم يأتي للحكومة لينازع المؤسسة الملكية،
والكثيرون يعملون على الاستدراج او على الافساد لانهم يعتبرون ان هذا اقصى طريق. نقول لهم اطمئنوا، جربوا القبور في تجارب اخرى. من يؤمنون بان نجاح التحول الديمقراطي في بلادنا سيمر حتما ووجوبا بتعاون وثيق بين المؤسسات تحت قيادة جلالة الملك. على المستوى السياسي ايضا، كم من نجاحات خلال تجربه 8 أشهر؟ بناء تحالف حكومي قوي متماسك، وهذا التحالف كان يتم استهدافه على المستوى الحكومه ما بين الوزراء وما بين المكونات الحزبيه، وعلى مستوى الاغلبيه البرلمانيه عن طريق محاوله استدراج المعارك الهامشيه. نعطيها واحد المثال بسيط، 20 شخصيا تضافر في التعاملات. مرة جاو عندي قالوا لي واحد الوزير انتخب في هذه القضية وما كينتظروا يهضر. مرة قالوا لي هو تسحب الملف، كيفاش تسحب الملف ونعرفوا في اللجنة؟ كيفاش تسحب الملف واللجنة تمنت الإجراءات الحكمة؟ كيفاش تسحب الملف واللجنة سندت الخدمة العمومية؟ كيفاش تسحب الملف واللجنة سندت الأخلاقيات؟ هذا منطق جديد في العمل السياسي. عوض ونشاغل بالجو وبالاساس كيسمعوا لنا اوهام معارك هامشيه. وعلاش هاد المعارك هامشيه؟ علاش؟ باش يتجروا تناقضات، بحيث يتيح احدى الجرائد اليوميه، لا اريد ذكر الاسم ديالها، كانت متخصصه في استهداف امين عام الحزب السياسي. لم يعني تتذكر ناقصه الا واثارت. وعلاش؟ لأنه اختار دع هذه التجربة ديال العمل الحكومي. هو معروف الأمين العام لم يحب التقدم الشرعي. فجأة في القضية ديال ضباط التحولات وتحملهم المسؤولية ولا هو الزعيم. علاش؟ لتجربة تناقض داخلي التجربة الحكومية. ولذا خصنا نكونوا واعيين بالدمار على الحصيلة الذين يستهدفون هذه التجربة أو إبادها أو شلها أو إزاحتها على المسار. كيف يشتغلون؟ يشتغلون إما على إفساد العلاقة بين الحكومة ككل والمؤسسة المالكية، أو يشتغلون على تفجير التناقضات على مستوى التحالف، سواء على المستوى الحكومي أو على المستوى البرلماني. ولكن هي هذا لو سي عبد الله بارك يقول لك استخرج الناس ديالكم الموضوع على وجه الوجه. بالنسبه الينا لم ناتي لنكون مثيرا عن الاحلام، وانما جئنا لاننا مؤمنون بان فرصه المغرب في انجاح الاصلاحات الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه هي في انجاح التجربه، وهذا يقتضي يقظه عاليه على مستوى الحكومة ولكن على مستوى قيادة العمل الحكومي. ونقل وجه تحية عالية للسيد رئيس الحكومة أستاذ عبد الله بن كامل. لأنه بالنسبة إليه بوصلة واضحة، خص تجربة نجاح، وباش نجاح التحالف خص يكون قوي، وباش نجاح خص التحالف يكون تحت قيادة جلالة الملك. رغم أن البعض ما كيعجبوش مثل هذا الثقة، ولكن اللي ما عجبوش كان خصو هو اللي ينجح، وهو اللي يحوز على ثقة الشعب المغربي، وهو اللي يكون جريء الحكومية. المغاربة عندما الناحية السياسية اختاروا هذا المسار، اختاروه لأنه يعكس ثورة جديدة بين الملك والشعب. وهذا هو أهم إنجاز على المستوى السياسي، أننا نقول أن هذا الأمر ممكن وهو ما يجوز.